At the same. عزيزي بابا نويل، هو أنت حقيقي؟ لو عايش في القطب الشمالي ليه ما بقدرش أشوف بيتك لما بدور على الإنترنت؟ هو أنت عايش من زمان؟ أنت كده تبقى أكيد عجوز قوي. أنت بتجيب وقت منين عشان تقرا جوابات الأطفال من كل العالم؟ وقولي كام بسكوتة وفطيرة أكلتها طول تاريخ حياتك؟ إزاي بتحط كل ده في شوالك؟ طيب وهو الشوال بيكبر كل سنة مع زيادة عدد سكان العالم؟ وإزاي بتنزل من المداخن؟ أنا أصلي ما بعرفش أحط راسي في المدخنة بتاعتنا، حتى لو نزول المدخنة الواحدة خد منك دقيقة، شارعنا فيه 9 بيوت، يبقى كده 9 دقايق، وفي ملايين الشوارع في العالم، أكيد شغلانة بابا نويل اليومين دول صعبة قوي. ما هو بعد كل اللف ده يمكن أبقى بايتة عند تيتا، وكمان ازاي بتلف العالم ده كله في ليلة واحدة بس؟ ازاي؟ صاحبتي قالت لي ده معناه انك بتطير بسرعة، وده هيخليك انت والزحافة والغزلان تتحرقوا. انا شايفة انك حقيقي، بس ازاي بتعملها؟ نفسي هديتي في الكريسماس تبقى عجلة بامبي بسندات كمان، بس ارجوك لو هتتحرق انت